5 أيام هي المدة التي أعطاها رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي لرئيس إقليم كاتالونيا الانفصالي كارليس بوجيمون لتوضيح موقفه من مسألة استقلال الإقليم عن إسبانيا قبل أن تتخذ مدريد إجراءات ضد الإقليم من بينها تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا. وخلال جلسة طارئة للبرلمان الإسباني قال راخوي إن وحدة الأراضي الإسبانية خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن حكومته لن تسمح لأقلية غير مسؤولة فرض إرادتها على الشعب الإسباني على حد تعبيره. إن الاستفتاء المزور الذي تم في الأول من أكتوبر لن يمر على حساب الملايين من الناس. إسبانيا لن تنكسر إن لم يقرر المواطنون ذلك. الحكومة التي يرأسها وأي حكومة أخرى سوف تدافع عن وحدة البلاد وعن السيادة الوطنية. الجلسة كانت فرصة كذلك للنواب الإسبان للتعبير عن موقفهم تجاه الأزمة، وفي حين أكد غالبية النواب دعمهم التام لحكومة راخوي وطلبوا منها التصرف بحزم مع الانفصاليين، دعا آخرون الحكومة الإسبانية إلى التفاوض مع دعاة الاستقلال من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف وينزع فتيل الأزمة إلى الأبد. البارحة بوجيمون تحدث للجميع وتحدث لرئيس الحكومة الإسبانية كذلك وقدم عرضاً سخياً. لقد خاطب المجتمع الإسباني وعبر عن رغبته في التعايش. سيد راخوي عليك استغلال هذه الفرصة لأنها ربما قد تكون الأخيرة حتى نتمكن من التوصل إلى حل جيد للجميع. في غضون ذلك يرى العديد من المراقبين أن استمرار دعاة الانفصال في الدعوة إلى التفاوض مع مدريد حول مصير كاتالونيا وترددهم في الإعلان صراحة عن استقلال الإقليم ربما يعود إلى الضغط الذي تمارسه عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في إسبانيا وخارجها التي هددت بمغادرة الإقليم في حال انفصاله عن إسبانيا. ربما السبب الرئيسي الذي دفع رئيس الإقليم إلى عدم إعلان الاستقلال مباشرة هو الضغط الذي تمارسه المؤسسات الاقتصادية الكبرى في الإقليم والتي وجهت رسالة واضحة الأسبوع الماضي بأنها سوف تغادر كاتالونيا بسبب الوضع السياسي غير المستقر. إذن هي 5 أيام تفصل إسبانيا وبين قرار مصيري آخر بخصوص إقليم كاتالونيا، أيام ستمر ثقيلة بلا شك على أطراف الأزمة ومراقبيها.